السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. إذا اليوم سنتعرف على 30 عبارات أو جمل باللغة الفرنسية، وللإشارة فإن هذا الفيديو يعتبر الجزء السابع من هذه السلسلة، فلمن لم يشاهد الأجزاء السابقة سأترك لكم هنا في الأعلى رابط الأجزاء السابقة. وكما العادة قبل أن نبدأ هذا الفيديو، لا تنسوا أن تشتركوا معنا في القناة حتى تصلكم الفيديوهات القادمة. إذا لنبدأ مع أول جملة. ça suffit، ça suffit، ويقصد بذلك هذا يكفي، هذا يكفي، ça suffit. إذا ننتقل إلى جملة أخرى. Paris est la capitale de la France. Paris est la capitale de la France. ويقصد بهذه الجملة باريس أو مدينة باريس هي عاصمة فرنسا. باريس هي عاصمة فرنسا. باريس سي لا كابيتال دو لا فرانس. إذا ننتقل إلى جملة أخرى. Je vais prendre vos conseils. Je vais prendre vos conseils. يعني سوف آخذ نصائحك. سوف آخذ نصائحك. Je vais prendre vos conseils. إذا جملة أخرى. في كوم شي توا. في كوم شي توا، يعني تصرف وكأنك في منزلك. في كوم شي توا. إذا جملة أخرى. جيتي مالاد. جيتي مالاد. كنت مريض. كنت مريض. جيتي مالاد. إذا ننتقل إلى جملة أخرى. تي كوني سيت شانسون. تي كوني سيت شانسون. ويقصد بذلك أتعرف هذه الأغنية أو هل تعرف هذه الأغنية؟ تي كوني سيت شانسون؟ إذا جملة أخرى. On va essayer. On va essayer. يعني سوف نحاول. On va essayer. سوف نحاول. إذا جملة أخرى. Tu fais le sport. Tu fais le sport. ويقصد بهذا السؤال هل تلعب الرياضة؟ Tu fais le sport. إذا جملة أخرى. Pourquoi tu es fâché? Pourquoi tu es fâché? يقصد بهذا السؤال لماذا أنت غاضب؟ Pourquoi tu es fâché? لماذا أنت غاضب؟ إذا عبارة أخرى. Arrête de rigoler. Arrête de rigoler. يعني توقف عن المزاح. Arrête de rigoler. إذا عبارة أخرى. Que va-t-il faire? Que va-t-il faire? ويقصد بهذا السؤال ماذا سيفعل؟ Que va-t-il faire? Que va-t-il faire? إذا ننتقل إلى جملة أخرى. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. يعني عندي صداع في الرأس. J'ai mal à la tête. إذا جملة أخرى. J'ai pris ma décision. J'ai pris ma décision. يقصد بذلك لقد اتخذت قراري. لقد اتخذت قراري. J'ai pris ma décision. إذن عبارة أخرى. Je te donnerai la solution. Je te donnerai la solution. يعني سوف أعطيك الحل. Je te donnerai la solution. إذا جملة أخرى. J'ai réservé une chambre. J'ai réservé une chambre. يعني لقد حجزت غرفة. لقد حجزت غرفة. J'ai réservé une chambre. عبارة أخرى. J'ai besoin de travailler pour financer mes études. J'ai besoin de travailler pour financer mes études. ويقصد بهذه الجملة أحتاج إلى العمل من أجل تمويل دراستي. J'ai besoin de travail. أحتاج إلى العمل. Pour financer mes études, من أجل تمويل دراستي. Pour financer mes études, من أجل تمويل دراستي. إذن عبارة أخرى. J'habite juste à côté. J'habite juste à côté. ويقصد بهذه الجملة أنا أعيش فقط بالجوار. أنا أعيش فقط بالجوار. J'habite juste à côté. عبارة أخرى.
J'écris une demande. J'écris une demande. Aktubu talaban. Aktubu talaban. J'écris une demande. Ou يمكن أن نقول j'écris une lettre. J'écris une lettre. Aktubu risalatan. J'écris une lettre. Ibara ukhra. N'oubliez pas ce que je t'ai dit. N'oubliez pas ce que je t'ai dit. ويقصد بذلك لا تنسى ما قلته لك. لا تنسى ما قلته لك. N'oubliez pas ce que je t'ai dit. Ibara ukhra. Elle explique bien. Elle explique bien. يعني إنه يشرح جيدا. Elle explique bien. عبارة أخرى. Je ne veux plus rien entendre. Je ne veux plus rien entendre. ويقصد بهذه الجملة لا أريد أن أسمع شيئا. Je ne veux plus rien entendre. إذن عبارة أخرى. Laisse ton frère tranquille. Laisse ton frère tranquille. يقصد بذلك اترك اخاك بسلام بمعنى لا تزعجه ليستون فريغ ترانكيل. إذن عبارة أخرى réfléchir avant de parler. réfléchir avant de parler. ويقصد بهذه الجملة فكر قبل أن تتكلم. فكر قبل أن تتكلم. réfléchir avant de parler. إذن عبارة أخرى je ne rigole pas. je ne rigole pas. يعني أنا لا أضحك أو يمكن أن نقول أنا لا أمزح. Je ne rigole pas. إذن عبارة أخرى présentez-vous. présentez-vous بمعنى قدم نفسك. وهذه الجملة تقال عند المقابلة الشفوية مثلا. présentez-vous قدم نفسك. إذن عبارة أخرى je ne savais pas ça. je ne savais pas ça بمعنى أنا لم أكن أعرف هذا. أنا لم أكن أعرف هذا. Je ne savais pas ça. إذن عبارة أخرى Tu peux me dire un peu. Tu peux me dire un peu. ويقصد بهذا السؤال هل تستطيع مساعدتي قليلا. Tu peux me dire un peu. إذن ننتقل إلى عبارة أخرى Il y a quelque chose que tu voudrais faire. Il y a quelque chose que tu voudrais faire. ويقصد بهذا السؤال هل هناك شيء تود القيام به؟ هل هناك شيء تود القيام به؟ Il y a quelque chose que tu voudrais faire. إذن الجملة الأخيرة Tu peux me prêter un peu d'argent. Tu peux me prêter un peu d'argent. ويقصد بهذه الجملة هل يمكنك أن تقرضني بعضا من المال؟ أو هل يمكنك إقراضي بعض المال؟ Tu peux me prêter un peu d'argent. إذن وفي النهاية لا تنسوا أن تشتركوا معنا في القناة حتى تصلكم الفيديوهات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله.